هل العلاقات الإيرانية التركية الأمريكية كما تبدو في وسائل الإعلام علاقات متوترة وعلاقات في طريقها للجمود، أم أن هذا بيمثل انعكاس لسياسة أردوغان اللي هي سياسة ذات الوجهين، أم ترين أن هناك أزمة حقيقية في العلاقات بين الجانبين وبتتوقع تنتهي إليه؟ الأزمة التي حدثت كانت ليست بسبب القص الأمريكي المحتجز، وإنما بسبب أكثر من نقاط يعني أشعلها الجانب التركي بالأساس، منها استيراد تركيا لمنظومة أسلحة من روسيا على خلاف على خلاف مع الإدارة الأمريكية، ومنها يعني بعض التدخل الروسي والعلاقات غير الجيدة فيما يتعلق بالأزمة السورية، وطبعا العلاقات مع قطر والعلاقات مع إيران من جانب آخر، وكان احتجاز القص الأمريكي القشة التي قسمت ظهر البعير. بدأت العقوبات الأمريكية بعقوبات اقتصادية على سلعتين فقط، وهذا يعني مش حرب أمريكية على الأتراك بالضبط، يعني مجرد فرض تعريفات جمركية على سلعتين تركيتين أدى إلى تدهور كبير في الاقتصاد التركي وإلى تدهور في العملة. هي بقى معلش، العقوبات الأمريكية على سلعتين هي اللي أثرت في الوضع الاقتصادي داخل تركيا، ولا هو كان مهترئ أظهرت؟ أظهرت هشاشة هذا الاقتصاد التركي، لأن يعني فرض تعريفات على سلعتين فقط لا يمكن أن يؤدي إلى هذا التدهور وإلى يعني تزاحم على بيع العملة المحلية كما شاهدنا، وإجراءات يعني من المفترض وفق الاقتصاديين والخبراء الاقتصاديين أن يتم دعم العملة المحلية من خلال رفع سعر الفائدة على سبيل المثال، لكن إصرار أردوغان على عدم رفع سعر الفائدة أدى إلى ظهور هذا الاقتصاد الهش. من جانب آخر، التصريحات العنترية التي أظهرها أردوغان أدت إلى تفاقم الأمر أكثر مع الإدارة الأمريكية. كان هناك تواصل واتصالات ما بين وزير الخارجية مايك بومبيو وما بين نظيره التركي، لكن لم يؤدي ذلك إلى تخفيف أو الحد من حدة التوترات ما بين الجانبين. أضف إلى ذلك هذا التحرك التركي للظهور بمظهر الدولة المؤثرة في الأزمة السورية، والدولة التي تتحدى الإرادة الأمريكية في مساندة إيران، فكل ذلك أدى إلى توتر حقيقي في العلاقات، ربما ليس بالتوتر الذي تبدو عليه الأمور مع إيران، لكن تركيا ستدرك في نهاية الأمر أن مصالحها مع الولايات المتحدة ستكون أهم بكثير من مصالحها مع إيران أو مصالحها مع قطر أو أي دولة.